وحنا اليوم دايرين واحد الحمله ديال التبرع بالدم باش نفيدوا الناس اللي مختصين بالدم. وحنا كنعرفوا بان الناس مختصين بالدم بزاف، انا كنعرفوا الناس مختصين بالدم بزاف. وهذه الحمله اللي غادي يشارك فيها حوالي 150 ديال ديال ديال, ديال, ديال العمال ديال الشركه ديال سيكوتريم. تبرعت عادي مزيان، وكنحس بالسعاده باننا الدم ديالي غادي نفيد به شي واحد اللي مريض ومحتاج لي اكثر مني. السلام عليكم الاخوان، حنا احد الناس ديال السيكوتريم، كنتبرعوا بواحد الدم للناس المحتاجين، الناس ديال اللي عندهم حوادث الشغل، الناس اللي ما عندهمش مسكين قطره الدم. حنا الحمد لله في الصحه جيده، علاش ما نعطيوش الدم؟ علاش ما نتعاونوش؟ الحمد لله كل شيء موجود، كنعطي واحد القطره الدم للناس اللي يكونوا مساكن عندهم محتاجين انه الانسان يساعده. هاد الشركة هادي اللي نظمات واحد المبادرة طيبة وإنسانية واللي كتمثل بالتبرع بالدم، خصوصا مع وجود نقص حاد في هاد المادة الحيوية في المستشفيات مع كثرة الحوادث ديال السير وحوادث الشغل. وهاد المبادرة الطيبة هادي غتقعد بالنفع خصوصا مع الكم الهائل ديال الناس اللي تبرعوا اليوم في هاد اليوم. وبهذه المناسبة كنشكر كل المساهمين في هذه المبادرة الطيبة، بدءا بالرئيس الحاج السرغيني ومتبوعا بالمسؤولين ديال الإدارة والناس ديال المساهمين في التنظيم من الأول للآخر. كذلك كنشكر العمال اللي لبوا هذا النداء هذا من أجل التبرع بالدم، واللي هو في حد ذاته أن أي نقطة أعطاها الإنسان فهو كيحيي بها روح، واللي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم من احياها فكانما احيا الناس جميعا. بكم انا كريمه خدامه في شركه سيكوتريم، استغلت لينا هذه الفرصه باش نتبرعوا بالدم على حساب الحوادث وعلى حساب الناس اللي ناعسين في السبيطارات، واستغلت لينا هذه الفرصه باش نعطيو الدم. والسلام عليكم. اول مره كنعطي الدم، ملي استغلت لي هذه الفرصه عطيت الدم. حنا في صحه جيده الحمد لله، قلنا علاش ما نتبرعوش بالدم، نعتقوا الارواح بالنسبه للحوادث والشغل، حوادث هذا الشيء ديال كورونا، كنا نستغلوا الفرصه ونعطيو الدم حتى حنايا، وكنا في صحه جيده الحمد لله. لا ما كاينش شي خطر بالنسبه لي انا، داز داك الشيء كل شيء في احسن ما يرام، ما كاينش شي صعوبات ولا شي حاجه. الناس قابلونا، اعتنوا بينا، عطينا الدم ديالنا، تهلاو فينا، الله يرحم لهم الوالدين حتى همايا، تهلاو فينا مزيان. السلام عليكم، وهذه مبادرة الأولى من نوعها اللي كنديروا في هذا النطاق. كنتمنى على الله يكونوا دوطخ براتيك مرة أخرى عاوتاني، رونوفليو هذا الشيء، غادي نشوفوه غادي نوادبوه. حنا سيكوتريم سي سوسيتي سيتويان، زعما كتعتني بالعمل ديالها ولكن كتعتني إيكالمون بأمور أخرى اللي كتهم الناس كيف ما كانت نوعيتهم. وكيف كيف كتلاحظوا هذا الصباح كان واحد الاقبال كبير على هذه العمليه، وحنا الاولين متفاجئين ما نكذبش عليكم. وهذا الشيء كيبين باللي العمال ديالنا زعما اندمجوا في هذه العمليه. و ما كاينش اقبال بزاف من المواطنين، شنو الرساله توجه للمواطنين في هذه العمليه ديال المواطنين؟ اولا خص كما تيقولوا ملي كتعطي الدم كما تيقولوا، انا على ما فهمت الاطباء كيقولوها، كيقول لك ملي كتعطي الدم اذا اصلا زعما الامور عندك كتحسن انت اصلا، انت اصلا واخا ماشي مريض. ثانيا كما تيقولوا حنا مسلمين، والمسلمين راه ما كيبخلش على خوه، الا عطينا الدم كيترونو ولا توت سويت، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن واحد اخر غادي 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 يهتم به. الوغ المشكل اللي كاين، وهذا هو المشكل اللي خطير، يقدر يكون خطير من الناس تكون عنده تبعيات صعيبه، وهو انه ما كاينش اقبال بواحد الكميه زعما كافيه باش ذاك المخزون ديال الدم عند الدوله وعلى عند السبيطارات ولا هذا يكون مواتب الحاجيات. لانه كنلاحظوا مره كاين واحد الاغفال على هذه الامور، الشيء اللي كيجعل دائما النداء متجدد. خاصها تكون عندنا هذه عمليه زعما عاديه، وخص الناس يساهموا فيها بكيفيه كما تيقولوا تلقائيه، بلا ما نبقاو تابعين هذا ولا هذا. والشيء راه فيه الخير للعباد وكل شيء ان شاء الله.